مبادرة جديدة لتقديم خدمات ميسرة لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن وهم أصحاب المعاشات، أعلنت عنها الهيئة القومية للتأمينات، والتي جاءت بالتعاون مع البنك الزراعي المصرية بشأن توفير كروت ميزة بدلا من الكروت الزرقاء والتي قاربت صلاحيتها على الانتهاء. خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة، أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض أن التعاون يأتي في إطار الحرص على توسيع قاعدة بيانات أصحاب المعاشات للحصول على كافة خدماتهم بكل سهولة وأمان. قدام مليون بطاقة زرقاء مطلوب تغييرها. البطاقات دي صلاحيتها تنتهي في تواريخ مختلفة. 260 ألف هينتهي الصلاحية بتاعتهم في 1/6، الباقي في جزء هيبقى في شهر 7 وجزء في شهر 8. دي المدة اللي احنا بنشتغل عليه، لذلك كان حرصنا على التنسيق مع البنك الزراعي لانتشار أفرعه على مستوى القرى عشان نقرب على قد ما نقدر من المواطن. الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية بالبنك الزراعي المصري أشار إلى انتشار فروع البنك البالغ عددها 1200 فرع في محافظات الجمهورية، مشيرا إلى جاهزية تلك المقرات لاستقبال أصحاب المعاشات لصرف البطاقات الجديدة. النهارده البطاقة بتاعت الميزة الوطنية بطاقة قومية بتستخدم في كل الجهاز المصرفي، كل مكنة الجهاز المصرفي بيصرف من 20,000 مكنة ATM يقدر يشتري بيها مشتريات ما كانتش البطاقة الأولانية بيقدر يشتري. النهارده بيشتري مشتريات، يقدر يروح عند التجار يشتري من عند التجار، يقدر يدفع بيها كل الفواتير والخدمات بتاعته، ميه كهرباء، مش من غير ما ينتقل للجهات دي كلها. تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف ما يقرب من 22 مليار جنيه شهريا لأكثر من 10 مليون مستفيد، منهم 6.5 مليون يقومون بالصرف بالكروت الزرقاء، مناشدة في الوقت نفسه أصحاب المعاشات بضرورة التوجه إلى البنك الزراعي لاستلام الكروت الجديدة. إجراءات وتيسيرات على أعلى مستوى تقدمها الهيئة القومية للتأمينات ولأول مرة لأصحاب المعاشات خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي جاء ليؤكد على الدور الكبير الذي تقوم به الدولة لحماية هذه الفئة. محمد الخطيب، النيل.